كل ما يفعله قادة الأحزاب والميليشيات الممسكون بزمام السلطة في العراق لإخماد الثورة وحماية النظام من خطر السقوط يأتي بنتائج عكسية، فلا القمع الدموي أرهب المتظاهرين، ولا استقالة رئيس الحكومة هدأت من غضبهم، ولا تنظيم التظاهرات المفتعلة المضادة شق صفوفهم، ولم يبقى إذن سوى السيناريو الأقسى والأكثر تطرفاً والمتمثل بالعنف الشامل، والذي قد يكون مطلوباً لذاته في الوقت الراهن من قبل الأحزاب والميليشيات كحل أخير لإنقاذ النظام بعد أن انسدت أمامها جميع سبل تهدئة الشارع وإخماد حراكه غير المسبوق. ومع تواصل موجة القمع الدموي للمتظاهرين، شهدت الأيام الأخيرة دخول مظاهر أخرى للعنف على خط الأحداث الجارية في العراق، تجلت خصوصاً في تعرض متظاهرين للطعن بالسكاكين على أيدي مندسين يتبعون للميليشيات دخلوا ساحات التظاهر والاعتصام، لتتبعها هجمة شرسة شنتها الميليشيات على ساحات التظاهر في بغداد في تكرار لما حدث في النجف وذي قار ضمن لعبة التظاهرات المضادة بالتزامن مع عودة حالات الاختطاف للناشطين والصحفيين. ويستلهم هذا التكتيك الأسلوب الذي استخدمته ميليشيا حزب الله في لبنان، لكن النتيجة في الحالة العراقية جاءت عكسية تماماً، إذ غصت ساحات وميادين التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى بالمتظاهرين، كما دفعت تلك الهجمة التظاهرات نحو المزيد من التنظيم، حيث تشكلت لجان شعبية أشرفت على عملية الدخول إلى ساحة التحرير وإجراء عمليات تفتيش دقيقة للداخلين وتحصيد محيط ساحات الاعتصام. تحالف المستفيدين من النظام استفاد أيضا من صمت القوات الحكومية وتفرجها على المجزرة التي جرت بحق المتظاهرين رغم كل دعواتها الكاذبة بحمايتهم، ولم تجد معها تلك الحجج الواهية من قبيل وجود طرف ثالث أو قناص مجهول. ويؤكد الناشطون أن التظاهرات دخلت ما توصف بمرحلة كسر العظم بين الشعب من جهة والأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران من جهة أخرى، والتي تريد تكرار عمليات التحشيد المضاد وإثارة البلبلة في التظاهرات بهدف إنهائها بقمع أكثر خبثا من قنابل الغاز والرصاص الحي، وهما يؤكد أن دولة الميليشيات هي من تقود العراق اليوم. ويؤكد أيضا صواب خيار الثورة بجعل التخلص من هذه الميليشيات في مقدمة أهدافها.